قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يقول: أرجو فضيلة الشيخ أن تشرح هذا الحديث، وهل الاستنشاق لا يخل بالصوم أو يبطل الصوم؟ أسبغ الوضوء معناه إتمام الوضوء على الأعضاء، بحيث يكون ضافيا على الأعضاء، لا يبقى من العضو شيء لا يصيبه الماء، هذا معنى أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع بمعنى أن يدخل أصبعه مبلولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه، حيث يصل بلل الماء إلى ما بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق، في المضمضة والاستنشاق، إلا أن تكون صائمة، معناه أن يبالغ في جذب الماء إلى أقصى حلقه، حتى يصل الماء إلى أقصى حلقه ولا يبقى شيء من فمه لم يصل إليه الماء. وأما في الاستنشاق فيجذب الماء بالنفس إلى أقصى أنفه، بحيث يتبلغ بالماء. هذا في غير حالة الصيام. أما في حالة الصيام فإنه لا يبالغ في الاستنشاق، والحكمة في ذلك لئلا يصل الماء إلى حلقه فهو صائم فيحصل الإفطار. فإذا تعمد المبالغة ووصل الماء إلى حلقه فإنه يفسر صومه. أما إذا لم يتعمد المبالغة أو كان جاهلا ووصل الماء إلى حلقه فإنه يعذر بذلك ولا يفسر صومه.